بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قلبت وحنو بلنسانين إن كلمة شيد إنه التنوير لبعض مسائل التكفير إن العدية ولا شرحه مسائل كي تكفير كقيبة كمدة سيدا هذا المكتبة دو أسوب حسين يعني وسيدا ما قنا اسم لها رجي لا سعودي بحثاً مدد سوسع لا سعودي أمبندور مسألة ربي وعبشة يكتمت إنان حر حرلو حال حالو جيت قادو كرتمها أنك جرو وحي أف عربي اللي وفهم وياينا أف صومالي اللي وفهمه بروض تلاقي عليه هذانا مسجد بالكاديك تنمشي حرو دم بتشوكته marka ma aqaan si aan isu fahmi doono isaas wala qabsan doona garan maayo afar mas'alo ayaan rabaa inaan dul maro fadhiyada soo socda fadhigan kow ka yahay mas'alada koobaad takfiru ta'wil ama kufru al-ma'al ama at-takfir bil lazim al-madhhab wixii loo oran jiray mustalahas iyo ereyga cilmiga ah ee halku dhagaas cilmiga ah waxa soo hoos galaya iyo waxa laga wado iyo siday ahlul cilmigu isku khilaafeen salada labaadna qaacidatu man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir wa yaduna an hab qadnu habasha ka soo laabatay darteed misalada saddexaad idaahat fi masalati al-istihlal wa alaqatihi bi shirki at-ta'ah إن مسألة الاستحلالنا مفهوم كاس يوح الله وضو يراد كي يحرركوا للي يا شرك الطاعة اللي أنا عدينه مسألة قدم بيساء أفراد العقل والسمع في مسائل التكفير راد كا يلقط عقل والسمع ويكوليين يما حاكر دحية إيو دليل كاستباب كيبو قال يا مغوغونكويا أفرتام مسألة عبشوين كيمت أيان ربا إن أن دول مرو فردية دا سو سعودية كان وكوكية هو سود دقي مهايو وحيابا هاد دكور إن بدان أن سوفا فاهينا وان كهد اللينا كسي تيغن مهايو وحان اسكو داي كليا ميلاها إشكال كو كيمت إن أن إسلا فاهن سادر تيد وحان لينا هاي مسالة دا أوه الرئيسية تكفير التأويل أما كفر التأويل أما كفر المآل أما التكفير باللازم المذهب لو يقان أما التكفير بالمآل ليلة هذا ومسألة هذه آدو دقيقة وباهن باريتان دير بحثي موضوعية كاقباهن تجرد عن الآراء والتعصب والمذاهب كاقباهن وكأرضي أهان مكاد باريس آتهن حق دونة أظن عدنا وحق لنين تعصب عن كتشيرين مسألة آت بارده هذا الأمر كوروبا جوان إسكجر دو كدبنا أد جوان كاد أدلية آراء يقال أرادسو حوكو عدان مايا كجند جاهان وحلينا هاي ضد كأن مسلم كأهين لا بقي بطوي قال منتسبة يا قال المنتسبة هاي ندين إسلام ككبحي وندين إسلام كم حبسنين oon sheeganaynin oo loo yaqaano kaafir gheyru muntasib waa gaal diinta islaamka uma nasab sheegto mana kuma xabsado mana sheegto bal waa ka cararahaya in loo tiiriyana ceeb iyo xumaan buu arkaaba sida yuhuudda nasaarada majuusta maxaad u taqaana waa kufaar gheyru muntasibiin iyagoo sidaa ah حدنا ومتأولين لسعود هذا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بيليين قال لماذا أن نقول قال لي يهود لماذا تهودك تنصرك تمجسك يمجس لماذا سي أيه الله يقول هذا أو كنا قل إليين الله سعود هذا صدرت بعلم وحيدا يجاد كل كافر ومتأول كل كافر ومتأول نينكم مركو وحن سمعين أيه هدو تدين بقص سمين أيه قال كودوني بها هذه وحيكتها هاي هين قال له ودهو تاوغ هذا وانا كافر غير منتصبة كاوا كدائي وحاسوها راي
كافر كمنتصب كأه كافر كمنتصب كأه أصنا والله بقي بود كافر منتصب وحنا كوضنا وانين إسلام كشيعنا يا كل الشهادة يا دينك إسلام ك إنه تاجر يا آمن سن إنه أدق على ما يا آمن سن إنه كاتش عليه يا آمن سن قرآن كآخرنا يا كا قرآن آخر سبحان لقيا بإنه كسرة بدن يا هاي لقيا بإنه بكاد دعوين يا هاي لقبا يا بقيس رئال وبيد لأنه كرد شيء بوادي عكرتها وحبضا أديك أولي واكاقا في عنا لكن قال لي مو كتيرا سو إسلام النصب شيئنا ووحي مسلمين سميان سمينا يوضقا كلاو حنو قال لي ما أيولي كام حال إلى ذا منتصب وأنين قال لي ما كتيرا حقنا نآمن سنين ينو قال لما كتيرو أن أمن سنين حقا أن أغين إسلام كان الشيغان كاسا الله بقى مد كان منتصف كما قال الله النقدانو مدنا فل قال لما عضو السمعين إياه وانا متأول أو حولي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وانا قدوموي خير دوموي لكن وحو السمعين إياه فلك أما ويردا لغوها يزدو وقال لما بالنسي كتاب الله وسنة رسولي وإجماع سلف الأمة مركا كان محل ليلة ذا كافر التصريح بان ليلة ذا كافر التصريح وأنين قال لما قرد عاي قال لما يسونا فالكن أصمين هايو قرد جيسا قال لما قول كان الله إيمانا يقرد جيسا قال لما مركا الله بندوغا أدلة قرآن كيسونا ذا يجمع المسلمين يقياسك فالك وكو قالوا بي ويرد وكو قالوا بي اعتقادك وكو قالوا بي قال لما اللوغو حكومي درتي أيا مركا ميزانك الشرع عد الله صار وحوي هاي كفر عد ننكا أساقا منتصب بها النقضية وحالي لذا كافر التصريح كافر التصريح وحا من باب الأولى كوسو قلا هي كوي هوري آن منتصبين تأهاي اليهودية النصارية مجوسي وحي الله المالا قرآن كوين بضن بيدين عدي يقف وناك دونا أصغو إنو وحونا تيرب إنو قال يا هاي قرآن كيم بضن بيدين عدي علوم المحيدة المكسو آية ما إدا إدين فسريين لقد كفر لدينا قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر لدينا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كل قد وحي أجيدا باتفاق سلف الصالح إن عيسى وينيا خير الدون بي أهاي وعلت إلهنا وقال يسيني أولي عردار يقيل يتعظيم وحبير رادينيين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم كأخرية محير ربين علماء ضينا يضيعان كان أمر قاتان وينيان بأهيد إلهي قال لما كو حكومة مشركين كوي أصحاب محمد نحوذ كصوب بحي اللهم حكيين ولئن سألتم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا أي لا تتأولوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم روح حبوف شيئان قرآن كي يوشا تفكت هاي كل كافر ومتأول قيل وحبوف شيئان ننك مركة فلكيس مركة سالو ميزامو إسلام مركة قال لما يكسو بوديس وفلك قرديس لازم فيرن ميسد مآل مئيس محاكا دلان دون ماه وعساقه مكلا فيري كافر تصريح بالله هذا لبعض النوع بنا كون هذا منتصب غير منتصب كي منتصب كأها أيا وحاكو جيرا مثل كافر التأويل مش كيوض ماشي كتيمت الغبا بينا وهالك كافر التأويل محال لغوضا وحال لغوضا وانين الشهادان الإسلام كون نصب شيئان فالك الوها يستلقو قاليسين يا مكلا فيرينا أن قال لما كو أهم بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لكن وديسا يا فلكيسا يا وحو أمن سن ياهي أيا وحا كرد لنا يا في ثاني الحال مآلا ولازما قال لما نكا محل إذا ذا كافر التأويل كافر التصريح معه أصل بتركيزه متأول بها محاول دحي لا بدا ان فانتان بان ربا فحانو قصو بابانا ومن لو غوغي ويي كلا فهمه
قال أن تأول يقيل شيئا إن متدين مجره إن وحكولة تجاي أم كلية نن فلك يسمى قد يس بعد يس لفت الكيسة قال لي ما بالدليل من فلك يورد الصماء قال لي ما هي وحاك هذا لن قال لي مو لازم يه ملزوم بإيمانية لازم يه ملزوم سوما قرن يس فلك السماء يورد يس يقول كيسة وحو وملزوم ولا قدش اسم مفعول سوما ولا قدش محاك لازم يه وحكذا لنا يا كفر آه وحكذا لنا يا أي كفر آه إيه أسوق هذه ميزان لسارو قال لي ما دليل أهل ميسد لا كتابا ولا سنة ولا إجماعا وما هليسد مت كان مركب مسألة ما أنت يقص أبسان تاي ومت كا كافر التأويل التكفير بلازم المذهب يكفر التأويل كاس على هذا ماشى وحكوا جرا مركب مزلق خطير أكو جرا إسكو هذا في بداية الطلب والتوجه وقام بحثك بالله بإني يا موهابي يا هوش بالله بيسي كتب المسلمين تنتين لصوق هذا وحلقوا أركي أهل التأويل المتأولون ولا نكفر أحدا بالتأويل هل كآفة كنحضي تأويل بهذه الشيء وحنو قادنا ها نقال لما كجر عط وكفر صريح كجروه حقنا إحساني إصلاحي خير دون أي كتاي إسكا إلالية كتبت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كتبت النجدين كتبت النقيم كتبت أصحاب الحديث كتبت أصوليين متكلمين فوق هذا كتبت مركز مقالات الإسلاميين مركز مريزان أهل التويل كاللقاها الله يوام حي ومن لزمه الكفر ولم يرتكب صريح الكفر وروح كفر للازمين أيوه واللي ورد هذا كذلنا إياه اعتقاد كذا كل لازم إياه لكن معها أحد أسوق إسكي قال لما أقول دعي تصالير نبى في أقول رعيش عبد القادر سيد إله اللي هو أقول رعي أنا كل أقول رعي وحوليه أوليد علماء أدوين يسد نين كان مكافر التأويل بامس وكافر التصريح وكفر التصريح لماذا الذبح لغير الله بكجرة نفسه كفر لكنه يتأول ماشي اللي يقوله كل كافر ومتأول وقيل قال والبؤ متدين كفر يسنقيل بؤشي غنية مجوز تضبك واجي أدونك أي قالوا بي إلى أمنك ضب الشداء أسبان بيفرديار مدمو جزيرة وادو دوتك تدب أن شنكون وصران بختين انت الله شد هاي شنكون وصران نبي محمد وتاقن بالله شد هاي مالين كوا شدي هبين كوا أسود جيدة الله يكون عابد الله يقول دوان هيا نما كذا أركيزان كله كافر ومتدين ومتأول قيل يعدر درب وشيغان شبهات كان يعدر دران حق إسكاقي وحنا الثمين يسو إي ميزان ميزان كفدي بينو ساري بالناس الشرع وحون نقضي كفر محل هذا وكافر التصريح وحي ميزانك الشرعي انصاري قال لما ما لكن وحاك هذا لن داوي علباك هذا لن خطر ومصيبة وقال لما محل هذا هاي وكافر التأويل وهذا قبطين اللي سكو تكفيريه لازم يما قال سكو تكفيري انا اتكلف انت ومهيم وإذا ده أنك واقع سنك ربك نوك يستنى كبابا نوحوها نوك لقاد واين إنك كفر تصريح كجري مع تأوله إنك كفر التأويل كجري مع تأوله إلا نول بتأول بالله إيمانا لكن حكا لتقهيان نول بوارد ولي مدننا وقال لما عدننا قال لما ميها قال لما كده ليس حمرك هكوب باب بينا هذا مغتو حالس كوب مان في واختلف في تكفير أهل التأويل وقوة ومتأولين قالوا لما متأولة وقوة ما قال كودو إيه هذا الكود اللازم كيسا إيه ما كد لفيريو حال كيسا مبين حالة كدن بيسا إيه قال لما تا
ما سهليسن أهل قبلها جهم من صبنا الله كدغو جاحد أبو عثمان عمرو بن بحر الله كدغو شيخيسي ثمام بن أشرف النميري الله كدغو أكفر خلق الله من أهل القبلة وحيدون هالنقضين نين قال لما عاد كل عيبا مسلم كسويل ميسا وقال هذا وحن دينا اللي نكهر نوي وهابي اسكي إلالية وهابي ذا فساد من قال لي نين قال لما كتشرا مسلم وإن تأول وإن اعتذر إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هيا كبر ديو نين وحو سمي قال لما أي عضا أي طيبا مسلم لو عدر دار وحقا مجر حتى جانبا قبين حتى جاحد مقبو أدون كم مكر لمرأة آخر وكم رمايا هو شأك هذا أهل تويل كاللقاها الله يوامحي وأهل المآلات واللوازم ضدك ويدتك اللقاها الله يسالف كسكوب من رافين جمهورنا مير مرتي قليرنا مال أي مرين مسألة ما أنت قلبت أين وكهل لأن مسألة داوي نينك اللي هذا مركو حن نوقض بنوقع تعريف ك تكفير التأويل أم أو القول حل اللي هذا وما يفتي إليه القول عفوا ما يفتي إليه قول القائل من المعاني وإن لم يقصدها وعلى هذا فالتكفير بالمآل أن يقول قولا يؤدي مساقه إلى كفر والقائل إذا وقف عليه لا يقول ما يؤديه إليه قوله ابن نكي شرح كلها جمع الجوامع كمال بن ابي شريف لورنجري يا وحو تعريفين يا كفر المآل وكفر التأويل يا كافر التأويل محلين وحو ومن أتى بالشهادتين من أتى بحروفه من أتى بالشهادتين معتقدا دين الإسلام غير أنه ارتكب بدعة يلزمها أمر هو كفر ما فهمت مع إرقاس حو ونشهادتين كالله يماني ودين الإسلام كآمن سن غير أنه ارتكب بدعة يلزمها أمر هو كفر وبدعو اللي يمت وكل لازم وكرر الله شيء كفر أكرر الله يدو كفر معه فكفره من يرى أن لازم المذهب مذهبه نك وحا تكفيريب ونك قوة لازم المذهب إنه يهي مذهب وذلك عبد الوهاب الشعراني بسوقوري النقل قاس كتاب سأل الملتقطات صفحه بقول سيدتنا يشان جمع الجوامع شروح ذا صارم بو فوائد ذلك في شرحك استفيز وجنوس ورسم جلدر أو كوسنا وارو يسوع هدي يا شيخ عيسى ابن عبد البر مركا هلك كأخرية وهذا الأذو في عنوي كفر يوم مركا محوكون نقضي وأن قالوا دون وذا تعريف أنتم لا كاد أنت أنا تكفى أنت مرة كفر التصريح محوكون نقضي مركا ما كان لقيه وارتكاب شيء مما يوجب الكفر بعينه مثل ترك الصلاة صدف أنت كفر تصريح وامحي وإن أتكرر على شيء إسكي قال لموه وذات كقبا صلاة الله قدتك إنه قال لموتها هدوكو قال يسوي محكو قال يسيني محكو لي واكن صلاة بات قدتكت دوري عصر مدن تكنين إلى عصر وقت يسبحي حتى ماذا جمعنين مغربي عشاء مدن تكنين حتى ماذا جمعنين صلاة الفجر وات كتكتي وحكوا لهم حاطاي كافر معكوا قالوا بي بنفس فعلك وتركك ما طيب مسمى مكافر وتصريح بعد نقول مركا مسا كافر التأويل كافر التصريح إن نسفنا إلى طاي فإن النفس الترك كفر بالنس ومثل تكذيب النبي والاستهزاء به تصريحا نبي محمد لو جوتش جسكه ورما وقال لهم الله لعايو صوبنه اللي قاديو افعاشن عاد عاد يا قواشن شرع وقال لهم كو حكم انك لي ماده وانت اول محليدين وكافر تصريح افعاشت كويسه طفل كانت كويسه كفر التاويل مركب محون نقضي كفر التاويل وحون نقضي سدو ولاد كوركو تعريفيه دانقاب كرو دغنا ارتكاب شيء مما يماثل شيئا هو كفر بعينه ارتكاب شيء مما يماثل شيء هو كفر بعينه مع مناكرة المرتكب للمماثلة لشبهة يدعيها هو التكفير بالمآل المختلف فيه
نبغى والله يمري والله يمري يا فل أما قولي ورب الله يمري أما حبو اعتقادية شيء قاعد واعتقادي وحاكر لنا إياه شيء كفر بعينه باكر لنا إياه لكن أصوحه سمي كفر بعينه معها أمثلة مركة سيوع يدفع أنتان عن شيقنا هذا أمثلة دورة دور يتون مثال بايدي شيقية سأوكل عدادا كافر التأويلية كافر التصريح ننكي إله سبحانه وتعالى إذا هذا الرب سبحانه وتعالى وظالم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا إلهي بقى الظالم أنك إذا هذا وكافر بإجماع المسلمين وأنا كافر تصريح ننكي لكن إذا هذا إلهي الظلمك أساق أبوره أضومها كلها أبوره في قلوبهم كأبوره أضوم كنا إن ظلمي أوصمي وكوق سبيها مختار وحضورتين ماها إلهي بقى ظلمك فاعل حقيقة أساق السمين أضوم كنا وحوص السمين بقى آخر لقوع عذابي ننكي ما حد كليدي وما لك الجبرية ذا مجبرة ومجبرة وحقوتقاني إلهي سبحانه وتعالى أسقى أبوري معاسدة يظلمك يفجورك يجورك أسقى أبوري الضون كنا مختار ما ومضوراني وحقوق قسمي هايبو السمايني سيدي لان أي دبيشو ورفين يسوك أما قيدة دبيل الروح يسوك العبد هو مجبور في صورة مختار حقا مقال كأنه وحضورن بعد مدال لكن ما جيت كما كانت قرقة في ريسو إنه أصوك الروحان وأصوك حترين بعد مدال لكن ولا سدا وضبيل باوضة الدون كنا هي إنه أصوك وحضور تاد مدال لكن ما الدورن هي وقسبي هي فعلوا كو قسبنا أو ظلمة أو زنائية حتوية صريقية بوليئة أو أصوك كو قسبنا يا أخيان لقو عذاب هي الدون كو حسن دورنين أو كو قسبين هاي أو أصغو سنربهان أصمينين أو غير كي سمي أو الله إن لو عذاب محيطة في عرف الناس وعقلهم ظلمي ننكي إسي بريري إيدي له وظالم إيدي إيا كان محاول حي ننو كفر التأويل ننو كفر التصريح نن كان عرفك كمدد شنين هاي إلهي با ظالمة لكن ليمد اعتقاده كاللازم أيو إلهي با ظالمة كسو بودي اعتقاده ليمد وكسو بودي إلهي با ظالمة إن أدفانتين بانو ملايني ننك التكفيري وحولي هاي ننك أنو قيثر إيو وابها يامويني وركيزا الأدونك هو مجبور في سورة مختار والله هو الفاعل حقيقة هواها أصلوا كل رومانها ياي قال جي سواوين ويوح ولمدي كيد إلهي بعض ظالم يقدر بكله لأنه حكولي ومحقوت في رزقك أظن هو مجبور في سورة مختار إلهي بأن الظلم يخل وحان معاصي الله أبوره أظن كنا هول بمتلها يا ونكو قسبان يا هاي بوري لكن من كان مرد هين إلهي با ظالم محقوت قال يسيس تقال بولا إيمانه وحولي لبضانين isku doon ma qaado isku darajo ma aha wadaado waxaan isleynahay isku qabannin kala saar ninka markuu u yiriyo waxa tiraada waa mubtadi waa faasiq dhe war xun buu la yimid laakiin gaalnimada ku timbareyso deyl banka raba ummadu waxay ku ijmaacday anna man qala allahu dhaimu kafir yahay kumaysa ijmaacin ninka la yimaada madhabu aljabriya la yimaada alkhulas misalka waad fahanteen misal labaad قفك مختار كعاقلك أما عالمك مختار كأفلها دو سمي وحيو سمي لغرض أو لحكمته الفاعل المختار أحد كوح سمي مختار ك لا يفعل فعلا إلا لحاجة أو لحكمة بالليل هذا فلها دو ماشي هذا محاوة تمادين وطول لغيسين مكتبة دور حديد بات مادين قلب جمعة حوت مادين كلمات فوري قيستي وذا ذا ماشي كل رب لن تاتسو أركتي دن بضو تمد تلابا مقادي سآدن دن كلاهي أما حكمة دن كلاهي إلهي سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة إلهي حاجة شقلكم لها وفاعل مختار يفعل الأشياء لحكمة بالغة إنه هنا
حكمة حاجة بوان لنا إلا المخلوقين بانا دنك كمال كما كان غفيري حكمة وحصة من مر بضن باهيدا يدب مكلا ابن آدم إذا نبحينا سوق ليزا حاجة دي فقر جني هؤلاء إني سواء أتقرس دواعدين نبى مرك وحوي لإله سبحانه وتعالى يخلق ويفعل بلا حكمة نبى سدايري ننو حوي لي الله يحكم ويخلق ويفعل عبثا لبدا نسفيري هذا إلهي وحو أبورها يوحو السمين يوحو حكومها عبثا بأسما يابور نكا محلدين وكافر التصريح أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لاعبين أمانا سمين باطلا أمانا سمين ويحو رنب كتمنا إلهي با يحكم ويخلق ويفعل عبثا نينك عرفك كودشي وكافر كافر تصد ضرورة من الدين بإجماع أهل القبلة وحديدا مجره نبا لكن وحور مايا الله يحكم ويخلق ويفعل بلا حكمة بل وحصميا لمحض الإرادة والمشيئة ربيد أقول ربيد درتد بأصميا بس إلهي فلبو الصمين وحكم بوردي وحبو أبور وصن حكمة كلا هين وحكو سمينا يا بقدرة قادر يمشيس إراليس كسمي يفعل ما يشاء ولا يقال له لما وكيف ولماذا من الله رنائي نكا حكمة لك أنفيي نينا عبث بو على أصغي سفاه نكا إلهي عبث سفاه أصغي وحاتر هذين وكافر التصريح نينك حكمة أنفيي لكن أنصغن عبث إيا لعب يسفى أنصغن وحاطر هذا وكافر كفر التأويل إن هذا كلام فانتين بيلتا لبضا أن المسكمد با مسفر كبا أود حيب بالسكو هيا ننوح لازمنا يا مرهدات الإلهي حكمة ما لا معنى دواء معي وعبث ننوح لما يا ويكل الدوين لبد رجوع نحيسه من ذلك صدحات نبا وحور إله يو أحد كوكو قالوا بها عذاب اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له بور إله قال له ودن بداف أما جنة قيبور نكام حد كليدي اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له إله عد كوكو قالوا ذي هذي قال لماذا كل انتان عفي بور إله أماها عذاب بأ إنك ما قالوا بيا مكافر التصريح با مسوى كافر التأويل شيء التصريح كويا نك إلى بريا يا أبي ركالوي شيء جابا هو قال لي هاي ضم بيزه إن المرعب بحزار ورع داي نينك أزقع ونينك إلهي بري إلهي الله يبري مدي نينك إلهي بقعب أتاقها بيت الله الحرام بتشوق إلهي بريها اللهم لا تعذب من كفر بك واغفر له بور نحريست وكبضات ونينسك هبعو اسكتش العسان عذاب عذاب كاسوب كدد الله قيابا هاي إلهي نحريست أرحم الرحيم بكرو فيري إن كان مكافر التأويل بمسا كافر التصريح كافر التأويل وي. لأنه ما هيسان نص قرآن أورانية أما حديث أورانية أما إجماع سلف أورانية من قال اللهم لا تعذب من كفر بك أو اغفر له فقد كفر مئة هيسان سي آية دائدي بهذا هيسان إذن إن قال لود مدافين او إلهي قال له عذاب ايو هذي قال لما كل انتان والنصوص قرآنية قطعية هذا بدو عديزا وحي برونيسا لازم كيدو نصوص بي برونيسا مركوا دعاه يستلزمه تكذيب الله فيما أخبر به واستلزام قرف وحور ما هو كفر تصريح لكن استلزام وابن الشاط باي رواية استلزام صاك الصحن مثال كصد أفراد
نبا وحور اللهم أحين أبدا حتى أسلم من سكرات الموت إلهي يو إواري بوري أنا لمن سان أسكرات سكرات الموت أنك بقايا كربدي سيها ولها بأي سان أور فالن الله إواري بوري سي سبعون أدون واري قدك نكام عالذي نكا كفر جسوا كفر تأويل لأنه حكدنا هي تكذيب قولي تعالى كل نفس ذائقة الموت وحلها المال نبا إلى إله هبل كمسلم كا إله نار كواري اللهم خلد فلان المسلم عدوي في النار بور نبا تقول عدين أدون ولا صاحبتي نبا تقال أنت ما حبس لك هذا وأنا مسلم قالوا التوحيد إله هبل نار كواري باتر وذاك التكفيرنا ومثالك شنات ما يكون التكفيرية وحكى لازم إياه إلهي خبر كيسي أو لبينيو دينة إسلام كون لبينيو أهيد إنا إلهي قف مسلمة وسنار كوارن نينين حتى هلا عذابي ونسن كوارين وبينينا لازم كاسا قد الله تكذيب باكس وبوضي مثال كسيد اللحاد وحاط إله إبليس وحاط قدك تودي بدن يهاي من خير بدن أو ناصحة أو ضاعة أو بني آدم كدن طوي وانا قد كشقية سوء دون كفساد كو أغير راتي أضمن أبها قاقا ما تكون بعيسة اللهم اجعل إبليس محبا للخير ناصحا للأمة حتى يقل الفساد وتستريح العباد باتل بل ورم ولو تكفيري محلو تكفيرنا يا وكفر مآل دعاء هذا إلهي بعد برضه واد في عنته لكن دعاء وحكى لازمي إن تبينسه كتابك القرآن كه إن الشيطان لكم عدو فتقوم الناس عند قونا إلهي بعد حكومه قواعد بقت الله أسيج أهل كزمي نار كواره يا مثال كتضابط انت انا كتجي مثالها اللحظة انتو كان نيكل اورنجري قرافي ابو العباس احمد مدرس القرافي لحب قول سيداتني افرتي قريو ذي كتب تعان كايسك الفروق كتاب كيس النفائس الوصول الذخيرة في فروع المالكية العقد المنظوم في الخصوص والعمود كتب من اسكالها كتاب بولي هاي الدعاء وكاها اللي احكام تيدا كتاب كان وكل شيء قاعدة لو بقول تضباطين لبعضنا وخش فروق يسمى مجلد كأفراد صدح بقولي أفر كفيري طبعا دار القلم أفر بقولي طبعا إلى الجاري مركز وحوري فهذه الأربعة الأقسام بتمييزها حسن الفرق بين ما هو كفر من الدعاء وما ليس بكفر وهو المطلوب بوري دعاء قال لماذا اللي قالوا بي يدعاء الله دي اللي قالوا إن ما يعني أنت أنصر شيء بيكو كلب حساب الأمثلة ذاكو فلان ابن الشاط المالكي أو جهمي نينك متاخر أو جهمي سموي في باب الكفر يا وحوري لم يحصل المطلوب بما قرر هو صوت تقريري وتشديد كمهر قل هين لأن كل ما ذكره من الأدعية في هذا الفرق لم يأتي بحجة على أنه بعينه كفر معور ربين وكلا زاره كفر التصريح التأويل فهو من باب التكفير بالمآل وهو لا يقول به برقرافنا ما قبارنتي حردعوين كان من باب التكفير بالمآل قرافنا لا يقول التكفير بالمآل هنا انت فانتان مرة انت سيد الله سد بتاقية مثال كتضبات أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة أشاعرين بضنوا كميدة وحي تكفيريان معتزلة وحي كو قاليسيين معتزلوا إني أنفيين صفات كأله فرق بين الوصف والصفة وصفه هو إن الروح ما قيس كل شيء تؤثر هو متكلم وحوي قانون ذو قل إنه حاضر أو يكون رجلا كلا صارده أهل كلام كانوا يسقى هستان عقائدين كانوا يسقى هستان وصفه أصل كيس هو قول الواصف كذا وكذا صفاته هو معنى ذي حقوق ما هي وكل دوين أدان كده هبل وعالم واصف بنانه وأنك تلمامي هبل وعالم ومتكلم وجاهل وانن حريص ترى وانن في عن ومعي الوصف قول واصف بخاري في خلق افعال العباده عبد الله البخاري وكلا صار والدقيق بخاري ميل البوط الدقيق بقويه
ما كلي فنك حديثك وحو يقان هدو عقائدك تابتنا ميشو تابتنا لوك البحاية أخلاق هدو كهلنا كتاب كفي عن كتاب سلم قرن في الأخلاق والسلوك نم بركي سنبوها الوصف وقول واصف صفاته محوري ومعنى ذو كوكو ما هيوي وعلمي والرحمات أديك أتقوط المامن طاي وأتقوط صفاته سنطا وأدو كاتر سنوي سيدنا نقطة وحيقبا معتزل وحيقبا إلهي سبحانه وتعالى وعالم وعليم سميع بصير قدير حي متكلم بيلي وأسماءه ويقوليه وحيكل يقوليه أحكامته يقولي أحكامه وصفاته ويقوليه الله يعلم ويسمع ويرى ويبصر ويقدر بيلي وأفعاش واحد كنت قانين أسماء دي أفعاش ويقوليه لكن عقائد كمركز جوتان أفعاش وحلو يقاننا أحكام بالله هذا حكم صفة اللي هذا صفة يمجع صفة كذا لنا يي يحكم كصفة آه قفك الرحمة الله جهل محل جربة أن يرحم قفك سمع له أن يسمع روح فعل قدرة له أن يقدر ويفعل إذن أنت أبو يقليهن لكن وحيليهن إله هو عليم لذاته قادر لذاته لا بعلم يقوم به إله هو قادر لذاته عليم لذاته سميع لذاته بصير لذاته متكلم لذاته لا بعلم ولا كلام ولا قدرة ولا سمع ولا بصر يقوم به هل كاسين مرين مركب حلويق أن معزول نفات الصفات نفات الصفات ننكي كويدي هبل هبل وحبو يقانه يعلم وأنا عليم كويدي مركب اللي هدبع علمي ملايا هاي علمي إذا هو شو بحمايو محلله نيكا واحد بدل كما تجين نيكا واحد بدل مديدين رمك الله الله ويا دو نيكا واحد بدل مديدين نيكو كويجيدي هبل يعلم وهو عالم والله سو اسم ما بعلم قائم به وأقنت كل يهم سبوا بطل مطبع وبحالي سيقولوا هذا كتلوا لذاتي معكم أنا بحال ونسكدي سيقولوا هذا في الصومال يقولون كل شيء قرن ماي يدون كذا تيجي سوا يدينك إذا محانك محوها بأهل اللي وحوها اللي ومالك قرن عاي قاعدة ضرورية عقلية لغوية اسمك فاعل الأردنيس وينو كي ماده مصدر أما واحد صفة وتقان معاني لو يقان هذا ترى مركب ماشي علم متشرو معني ذوام محي حكمنا متشرو مقعنا متشرو وحال إلزامي أن النافي الصفة ينو يهاي كنافي العلم عفوا كنافي الاسم والحكم ساسا لقو التكفيري إذا نك قال يسني وحوله وحد يدي إلهي الصفة دي سنوات إنكرتاي حكم كنا مركب حالقو إجماع وحالقو إجماع إلهي أسماء دي سننك الضفرة أما حكمك الله يعلم ويقدر ويرضى ضفرة هين إنه كافرية لكن معناها صفة أما وصف كان ماشى قطمة نك ديدا إنه كافرية لقوم إجماع مركب حاله نك صفة إنكر وحوله مديها ننكري حكم كصفة وحلم إذا ننكري اسم كصفة هل كاسا إذن هو ومثال كتطبات وحلو يقنا مت كاسا كافر التأويل أصحاب الحديث بانو إمانية أيها مثال في عن كيانية مثال كسديدات أصحاب الحديث وحيد هذه من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر كآخر يا سنة لعبد الله بن أحمد مجلد الكوبات بغو 8 صدح سنة لأبو بكر الخلال مجلد التطبات بغو 8 شن أشرع للأجر سبحة التطباتني سديد إبانها من بطة مجلد لبعض أفرتني أفر ميل أبداً كلا لكائي شرع سوري اعتقاد أهل السنة رقم كافر بغو صدن يلب تف بيكتاي وفي رسالة هذا سلف كسي وحفان سيين وحده قلت أصحاب الحديث كتب بدون كقرين مسألة التكفير مجران وذات أندلسه الشيخ سعيد لورنج من نبات لورنجري يا تكفير المتأولين قري وقرنك أفرادها ويكون يرتاي السلف كأنه ضهيشان
كتابي كقرآن قضية في التكفير والتفسيق والتبديع ويرتين أركتا وماذا حبنا تبديع أي بكتب توضى السنة دا كل حكياناني لماذا مسألة التفسيق والتكفير كأيو وإسا سارا كتب كمالها إلا نادرة وحي كقرآن وذا دي دنب قرآن اللهم ما هيبا أهل بيع كتب دي روبان روبان وميلك استلقيه لي أبكر الباقلاني القاضي ابن طيب كتاب وين بوكلة إكفروا أهل تقول لي هذا حسين الكرابيسي أبو علي كتاب نم بوكلة ياه كتب بضن بيكو قرين مثلا هذا إنه كهلا إنه متأخرين دم برسالة وقف في عن ورسالة وقرم حمد أمير الصنعاني ولكن من أمير الصنعاني صاحب السبل السلام ثم قرن إسان رسالة لي لياذو إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير التأويل إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل ومطبوع رسائل كسادة للجمعية عون القدير من فتاوى رسائل من الأمير القرينة سبحان الله القرينة ويكون حجرتها أيضو قول له طبعا يروا بقول يصدن بيجنة ويجرتها والأخرين قلتها قلبتها المري قلتها أخرية لكن هلا أنك أقدر قيسكي لها لدى بقل يسكي ونقوب بحين وآه وذات كمحققة وحسكو خلطها إياه وحسكو خلطها إياه كافر التأويل كذا إنه كهل لين التكفير بالمآل واللوازم وكهل من الأمير الصنعاني الدليس أوبابئي أو شيء إنه صنصح أهين ونشرين يمحسكو خلطها إياه نين كافر التصريحه هي يتأول وأفلا إذن شيء وذلك هو محقق رئيس سعود مثل رأي من ما كان مقدمة دير ودور بقوله بيجكده بقوله وكنتم بيجكده بسميه مرغز ما يشرح وضلدلها يا نين قال لما كده عين لكن أيو قيسي تأويل يقيل يشبه وحو كده عينه كفر عدوي يهبو الربائن وكلام يدقو وحو موذا يا ابن أمير السنعاء وحو كهل الله يبين ايتاي هوش أسقوط لو كتبت هذا وذا دوي القرآن طبعا التكفير لأن القرآن لو حكوا خلدي اسكو خلدها هي أقوال من حزين بيسوق ورن تو حكيني باقلاني مذو حكيني من عرب القاضي أفضل خسيك التاجن تاعي وحاس كذا خلدن ميتين اسكو ما قصيدة سومالية كافر التأويليه كافر التسريع وأساس لو بهينة كلفها أنت المهم لكن سلف كأيوم كتب جونا كقرن ما دام أقول شرع ذوليهين ضد عقلاه فطنوا أذكياء الناس نائيين تكفير كفر كوجود جنايا وحيد أنك إذا قرآن هو مخلوق وحوش شيء جاي قال ليه قرآن كسود شيء إنه مخلوق جاي أنك إذا الله مخلوق أنا إنه كافر جسواوي أمر الملهات ما تسمى ما يكون تكفير جاي من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق ومن زعم أن الله مخلوقنا فقد كفر قال لي بالحقيقة كيني لازم يا مال بكردين قال لي ماضي وبن كان مكلف في رد واصح معايا لي قرآنك وكلام الله وصفة إلهي صفة موصوف كنا مكلف هران الصفة ومناسبة للموصوف تابعة له بالإدادة هذه الصفة هذه التلمان تلان مخلوقا نقطه هذه التلمان تلان مخلوق بندوريس ما تمسما قال لي هل كان كو هل لي وحي كان كو هل لي قران كو هل لي هذو قران كان مخلوق نقضه صاحب الكلام نمحو نغنيا مخلوق ما كلا هري كرا اذن حقوق تكفيرين بالمآل صادر تيد من الامير وحور مكو هل كان مرهيو اقو وهذا استلزام عقلي وهو تكفير بالمآل بالورنتي واستلزام عقلي إلزام عقلي وهذا إلزام عقلي وهو من التكفير بالمآل صحوي إنه قرآنك إنك قرآن مخلوق يلي ولازم يألا مخلوق ما آيدي حديث باشي مس عقلي بطبكرتين هي شيء قاد دورك إنه كالقاضو قرآنك هو مخلوق إنك يلي إن ولازم يالله قرآن كإسكالها بمخلوقة أما الله قرآن كوه الله بمخلوقة إن يكون دقيسه وحنكون قرناي وعقله صفة إيو موصوف كأنا ذكرت حيسين وفيرني واستلزام استلع عقل أوي وهو باب التكفير بالمعنى وحلا مدى وذاتك عون يوسف إمالكي نندقيق أهل بدعة قدرن بؤها
وذا دحرا ودبو حالي وادي قدري وتكفيرنا هي محاط كربتا وحوري إذا أردت أن تكفر القدرية فقل له ما أراد الله عز وجل من خلقي كدبور قدري محزول أجد قولي نفات القدر هذا غربت أن قدري أنت قال يسيس وحد كل هذا أبور أنت ضوي يردو إلهي أدومي سمحو كربي أدومان وأبوري ابن آدم كي بشر كي جني إنسع محو كرب فإن قال أراد منهم الطاعة هذوله هو حكر بين عابدان وضيعان فقد كفر القدري وقالوا فقد كفر القدري لأن منهم من عصى الله وهذا ودي زاور إله أضمن حكر به هذوله إله حكر بين عابدان هذا هو قالوا كفرت به ومحنكو قالوا بي أضمن وحكم ذا قيد إله عاسيبا كم ذا وكل إله لازم كبوط ماستر يا مقدمات كيس وكل إله لا تتم إرادته فليس بإله بول وكل إله لا تتم طاعته عفوا لا تتم طاعته فليس بإله حقيقة لازمي وحاط لي إله وحقدون أضمها إنا عام بقدون أنا أوري هذا بقي بان أدعين إلهي دون إلا أدعوه إن هذانا لا أدعوه معنى الله محي دي إله بما ولا أمر كسل الله تشبين هاي وربطان كسل الله قبح هاي وما أمر كسل الله قعن صيري وهدوده إله داعو كدون وحير وإن أراد منهم المعصية هدوده أراد منهم المعصية وهدوده هانا فقل له كفرت بعضنا مر لبا هدوده إله وحو أبورا دومين عاسيان بو أبورا وحاطر الأوات قالوا لأن منهم من أطاع الله وكل إله لا تتم إرادته فليس بإله أرضي وحده شوخ مكس نقص وحده محان دهنا أنك أود خطر كتري إلهي أضمه وحقد دونا أضيعا ولو قالوا إلهي أضمه وحقد دونا إنا عاسيا ولو قالوا هذا حق الله بحسن وحق هذا أنبوري أراد منهم الذي أراد لهم والذي كان لهم صار لها ورقات بعدين وحقد دونا وحو قدون مدول وحو سمية قدون واسحة دو وقدرك ما في اللوح المحفوظ ما كتب لوني والبصمين ايا صحوي إلهي سبع الضوء والبوح وقدون ايبو الصمين ايا وإلهي سبع علميس السابق يشامل كا يوحي يقاوم ميالك قرى الضمون ما خلافا إلهي علميس كما قسم إلهي مختار باتا لكن وانكا ورقبا نيكو كمبيوتر كالسمية اما قاريك السمية وقيها قاريك سبع كوكوبين ايا wuxuu og yahay hata intu shaqeyn daawada ninka soo saaro uu kugu qoraaya waxay dhacaysaa 2006 bisha labaad iska ilaaha ku dhiman nimu kule asaga samay ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir adoma rabbimku aburi nin walba wuxuu ku dhaqaaqi ku aqdaman buu ogaa meel buu ku qoray nin walba wuxuu asagu uu sameyn lahaa buu rabbu u doonay adoma rabbu sun doon laa ilaada kowniya laga hadlayaa dowladada al qadariyya إله إرئيس الله خلاف كرم دعيتها إذا وحصل وامح وإلزام إلزام وإلا ما قال بالله في رنية سكالان قودي علوم القيم كم نحيد هذه وحسو قول الحجة في أبو القاسم دوام السنة مجلد كوبات أفر بقلبات أفر كفي هذا الأضو قيم بضموي يحول ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد لزمه أن يقول أن كلام الله مخلوق وقضب ومن لزمه أن يقول كلام الله المخلوق لزمه أن يقول قدرة الله المخلوق ومن لزمه أن يقول قدرة الله المخلوق لزمه أن يكون أن يقول قدرة الله تفنى مع ما يفنى من الخلق ومن زعم أن قدرة الله تفنى فقد زعم أن الله يبقى بغير قدرة ومن زعم الله أن الله يبقى بغير قدرة فهو كافر من ها هنا دخل عليهم الكفر بنفسه من ها هنا دخل ميقال لازم ميقال درجو شن درجو تلابو قاضي هل كاس من ها هنا دخل عليهم الكفر دين سلف مجلد كوباد أفر الله أفر كفيرية أحمد الصوح ودقى من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق ومن زعم أن علم الله مخلوقنا فقد زعم أن الله مخلوق إذن مخلوقية القرآن وحكا لازم وكرلني مخلوقية الخالق
تندبوام حيوا كفر تصريح نك إلهي بمخلوق يد هذا وقال كافر تصريحه نك لكن القرآن كوا مخلوق يد هذا تكفير انتي سوام حي وكفر مآل مآل كقال لماذا إيه لازم كادم بروح أسوق وقايبة قاتل جمع الله يو نك الله الله وحوانين ديدا أول كفر قال له أردس إيمان لازم يو هل كي هو سحني هاي قرآن كنا وكلام الله مخلوق قال لمن كمان دلنا يسوع يقول من الدقي سي قال لي حدني كلاوي نك الله الله إن كقصب إن ما يه هذا الكذب وح كذا شباب كقصب انتهاي يداك أو كتا وفوق النفع دق أين كسرين ونن ديدا أوله واحد اللازم يسوي من لازم يو هذا الكي كمان دلنا هاي نك أو نك الله الله نك الله يكيد هذا واسح قرآن كوا مخلوق عليه قرآن كسود دشيان ومخلوق هيه نينك هو كافر التصريح لازم كفر نينك أنتو لوشيك قاتل قايبة أو قلادة لقمها الله يعزب بدلي عالت المسألة إلى ثمانية مخلجة إلى تسعة مسألة ويكب حدا كفر التأويل وحي آدي كفر التصريح وحلقها الله وانينك ولي تاغن ملزوم كيسي تاغن حقا إنكرسان وحكاد الله يوحكو لغاية ديدن بلغا الله مثال كطبنات مثل كيسة غالات وي كيسة غالات صدو فانتا شافعي حنفي مالك وحسو خلافين نمبا وحورة أبو بكر نيلا ما مجرى أبو بكر الصديق نيلا إذا هذا مجرى رضي الله تعالى عنه أنكر وجود أبي بكر مالكي وقال بدنكاس من أنكر وجود أبي بكر وكافر لأن إنكار الوجود يستلزم إنكار صحبة المنصوص في كتاب الله مالكي وركض وعدي وعيد أنك أبو بكر مجري هذا وكافر لماذا وحاكر لن أبو بكر جريتان كسو الله دفر وحاكر لازمي أبو بكر صاحب كنبي محمد ما أهاك صبحي صحبة أبو بكر الله دفرارة وتكذيب لكتاب الله لا تحزن الله معنا إذ يقول لصاحبي بامش كبحي زيده مركايه ويحكو تكفير بالتكفير وتكفير باللازم البين شبع هذا ومبتدع ولبهبهين مويين لقاليسين ماي وشبعين متأخرا قال لنا ولبهبهين مويين لقاليسين ماي مالكي وحور وذات كده سوق وحور والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة لأنه يلزم من إنكار وجوده إنكار صحبته لزوما بينا سيداسو إلى سو حاشيس على شرح الكبير مجلد سيدي طمنات لما بقول سلاشي عن فركفيري شابعي وعدم مايا وأن بدعم يلوك قاليسين ماي مثال كطمنات نمبا إلي إلمه المرأة لين هذا مثلان تاقر عطا الليل وسكا أمس ما يقول الله في سميسي ومدحو مدحو كورو التاقي لكن حسو التاقي ياي أنا وويل كان مردالين واسوان تكون مرسني من كم حال ليدي حد القذف هو واجب مثل لعان مثل مايا ويفقاد اسكو خلافين ما يقول لسان تاي المها أنا ومردالين معنى هيد وحاوي قبار ديبا وحد كتب ميسا الزينو لأن نفي الولد يستلزم القذف بالزنا فيلزم الحد أو اللعان إنو دارته وداريه سورة نور مرأيه إن حد القذف اللي قد رفته وحود حيا متر وأدو مخاطئة لإمام واي إنو كان كاسي إستاني وحيدا ماي وحوك اللازين ماي نفي الولد مركة تعزينه بكواجيب ماي حدنا كواجيب ماي لعاننا كواجيب ماي محيسكو هايان لازم المذهب ومذهب إيو هي مذهب ما هم بالسكو هيا معنا هنا فانتين بيلات مثل هاس طبنكا أن كدا يسادو فانتين وحلو جيدو وحنسو قد بيا قضب كاير راعي قضية مرك اختلاف الناس تدكو سيسكو قد خلافين باربا وحيرنا انت المامة كالية مهمد وحاوي لازم القول هذا الكذا وحا قدران لي ما ديقا اسكالي ومرباطو قد شادو كودا هيا مسو حلو شرط يا وحي هذا الكذا كذا اللي ينال قايب تلقى تلقى بشو انت مبال اسكو هيا وح كلام معه وحكوا اسكو هيا مركز مريسان ما بحك الدلالات كي اصولك دلاله مطابقه يتضمن التزام مرتين
كفرغو ما لو دلاله بس كخران يحيى مش صدخو يسو غلي حساب على اسكو هيا دلاله تضم وجز وجز سابقه اري و خوتو ساي قبل كميده وي قبل كنو شيء كميده وجزء من المعنى من المدلول واسو مركا و كوغو دغايا دلاله مطابقا هذا هو لفظ معنى تسو دنبا كو قوانيا و خبا ان لا تغين لا جزءا ولا بعضا ان لا تغين لكن لازمك هو معنى خارجي ومرك مفهوم كان لا فهمه ومعناها لفظك آد فانتو كدلان دونا نينكي رام علينا إسلام أويس وصومر برونا يسمى حاقود عيبا إسلام نوان ولي باز إسلام عارك شوك ما قدنت وحوري إلما قدنت بالي وي إلما كسغيرو ساسي الله برونا يسا ها أول التريب والله قلعها يا رمي وفهم الوازن توي قانا جيل مركون المكادين تم حلو سمية المضم بالله هجا جيع بالله سمية وحبا الله هجا دي دي دنا حلو سمية والله طلام والله خلع عصو تقانا سيلو سيلو لو أقولي سيل ما هتم بأما الله وحرو بكاي وأقولات مركو حقوق إسلام ت المكادين تي المكلا الله كرو رمين لغصتكو المثل يدي دي مركو والله تلها ينو والله خلع ياسيد هشيو كله انت مو فاهم لك ما حقدا شيء هقول له تلي بقول هو قال له تلي مركب معناها خارجي لقى فهم يا مدلولك روحي ما لو حكومي كرا اسوون قايبن قالن بي الاسكو هيا مثلا هو مركب جمهور السلف صح اصحاب الحديث جمهور السلف وحنو جينا رقدا بين قرن لباد هجره يمت حلقي فتن كان يمادن بدع سو بوده قرن لباد الى حلقي السلف بايسو غاري وحيقول بديهين التكفير بالمآل إنه صحي هاي بيقبا وين أكون شقيان با وجمهور توض كتب توضنا وحاساب بركة أبا وحكو قرى واسدة محايا لي كافر وتصيح خلافة كميال أيجي معزلي قدري جهمي رافضي ججبري اسكما خلاف سنين قال لهم وشنين لقالي سيني جاحد ونينك أولي تلقسو قوري إن روح لعذر دروحي كل من أظهر الكفر هو كافر في الدنيا وكل من أظهر الإسلام هو مسلم آخر ما كان لطاقه فالعالم محجوج والجاهل معذور بول أما أدونك وحوضنا صف بينكم مرينا بول هذه قد تخيلوا قاساري كل من أظهر الكفر في الدنيا فهو كافر كما أن من أظهر الإسلام فهو مسلم في الدنيا آخر هذه لطاقه العالم محجوج والجاهل معذور وأنك أقول لي إسلام وحشكت نين كفر عاد كل دعاي كافر وتصحيح مران كمت نينك اللي اسكوها يوا نينك هاول التولي او يوحى اللي اسكوها يوا جمهورة حد السلاسة قبان أبو الحسن الأشعري مقالات كيسا مجلد كلابات صدح بقول كنتم يطلبوا حولي واختلف الناس في إكفار المتأولين وتفسيقهم يوجد متأولين تهكو خلطة مين بضم مانكسو خلطة مني ادبر نقرع عضي والغسو باباي اسكي إلالي متأولين تهكوه ومن لزمه الكفر ولم يصرح به وانه كفر الالزامي هذا الكيس لا غدران دري لا غدليي هذا الكادو كفر عميا لا يري لكن اسو ان لا ايمانين مركا لو خرو وزعم اكثر المرجئه انهم لا يكفرون احدا من المتاولين ولا يكفرون الا من اجمعت الامه على اكفاره مقالاتكم جالك اللباط صدح بقول كنت نسيت كفري خديب البغدادي كفايه في علم الرواية بقول يلا باطن صفحة وسوقوري وحوري واختلف أهل الحديث بكال أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يرونه فمنع طائفة من السلف سحة ذلك خلاف بسوقوري لعلة أنهم كفار عندما ذهب إلى إكفار المتأول عندما ذهب إلى إكفار المتأول عجد نتك كنت قايل تكفيريو لازم واحد لو تكفيريو كنت وفساق عند من لم يكفر عند من لم يحكم بكفر متأول نجا واحد تفسيق بوريغا هيا لابد المذهب وسو غوري ابو بكر الباقلاني محمد صفحه 804 وحكى سو غوري قاضي عياض شفاقه
وحود مسألة إن لازم يمعال وحلو قال يسيو إنها من المعوصات إنها من المعوصات ومحي ومسائل كعويس كي الدرن أضقوي إلا إسكي قصو بودي كري إذ القوم قولي الله تكفيرنا لم يصرحوا باسم الكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه ما عدا يمسمع عدو حكفر تبي الله قوار وحود قولي هنا أنه كده قلنا هاي أصغانا قولي هذا إكفار أهل التأويل مكتبنا كليه وحوري مسألة ومسألة عويسة إذا القوم لم يصرحوا باسم الكفر قولي هنا كده قلنا هاي قال لنا أيكوها اللين ما هي النبور وإنما قالوا قولا يؤدي إليه وحي لقوها اللين ويرد أي كده الله يسو قال لهم ابن حزم في سلكيسة مجلد كصدحات لابو بقولي كنت وحوري وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فخطأ نينك كو قال يسي أمده رياضه ذي وح كذا لنا هاي وقفين نكاس لأنه كذب لأنه كذب على الخصم مخالف كذا وكبر أبو رنيسة وتقويل له ما لم يقل به وأذو كذا هسي وحصن ليهم بكذا هسي نيس وحد كل شيء يسوي حصن شيءين وكبر أبو رنيسة بره حاله قال ما لازم يسوي وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بور قال لي ما هدي لازم دي حتى ما حكص وحمش انه نك لا بقى فلي وانا قدوم بوها قال لي بابا كو دغت خير بوجه قال لي بابا قبطه وكان لازم هذا الكيزي وحور هذا قال لي ما حتى اي لازمته وحان تناقض هي ماشي كما ايمن نبوري انه لا بقى فلي خير بدون هي جهنم كو دحدحاي حقو سعودي حقو ابودي والتناقض ليس كفرا ان الله بقى فليسنا قال لي ما هو القاس وبحي قاضي عياد قلها متاخر انك اوفي عن مساله كه اللهوي كتابك الشفاء كاخريا مجلد كان وين هذا ضخم قال وانا هي سو لهم مجلد هو جرى كتابك صفحه 800 الى وحو كغه هلي 800 كونتني لح عفوا 800 لح دم بكره هذا ليس وحان كربا باب قنتو وحو يجي الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي وأزواجه وصحبه يوبا بس إلهي نينك عاية ملائكته أنبياء أزواج نمحي صحابة عاية محي حكم مركز وعودي لا خلاف أن صاب الله تعالى من المسلم كافر حلال الدم واختلفوا في استتابته نينك إلهي ستو صبرير وعاية إنه قال إلهي مسلمين تمران كما قبار باب كلو قنتي او مركا او جيدو كاوا كافر محالي هذا كافر التصريح كافر تويل بويمت مركا سعره واما من اضاف الى الله ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي الى الهوى والبدعة من تشبيه او نعت بجارحة او نفي صفة كمال فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائل ومعتقده كوام حي وان هذا اللي سوى كذا شيء وحسن أجدين باكذا شيء نكا إن لجاليسي ولسكو ما ندافع كورن محيري لا خلاف إن لجاليسين أيه نكا نوحيري أما من أضاف إلى الله ما لا يلق به سأوتيري على طريق التأويل والاجتهاد المفضي إلى الهوى المفضي إلى الهوى والبدعة أسوق معها قال لي من لكن سأ قال لي ماذا كوب جيني حوري من تشبيه أو نعت بجارحة وحوجد سيؤتى الله وليسوا إلا كادم بعماي أو نفي صفة كمال فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفيري وش رح يمرك حوري واختلف قول مالك وأصحابي في ذلك مالكنا مرة هو تكفيري مرة ما تكفيري أصحاب سنسدوك اسكمان دافين وحان كربا ثم قال وأكثر أقوال السلف تكفيرهم قليها أهل التأويل كي لازمك يمعالك سلف وحيو بدنيين إلا قال يسيو وكاسو الليث من عيين الليث من سعد من عيين ابن ليعة وصور رقا سطنبو وري محوكر محان كربا وحوري وأكثر أهل وأكثر أقوال السلف تكفيرهم وممن قال به الليث من سعد وابن عيين وابن ليعة وروى عنهم وروي عنهم ذلك فيما وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القرآن خلق القرآن محوارك إنه يا التكفير
باللازم والتأويل. وقال ابن مبارك وابن الأودي عبد الله بن إدريس الأودي ووكيع وحفن غياث وأبو إسحاق الفزاري وتري رقاص وبتري كدي مخالفين تيجي خلافي بوشيغي وحقوق دبي إنه يفصل كان وحبا يقول لما في تحقيق القول في إكفار المتأولين فصل كان حوار إنه حقوق به به مركو حوار ربا إنه فريزي وحقوق في تحقيق القول محايا لأسوان تعريفين أي حقوق كبن لابي دب اسكقبت مرك وحوره بينه تعرف وحوري. قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر وهو إذا وقف عليه لا يقول ما يؤديه إليه قوله. هذا تعريفه حلو ممن قال قولا يؤديه إليه يؤديه مساقه إلى كفر هو إذا وقف عليه لا يقول ما يؤديه إليه قوله. وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون فمنهم من صوب التكفير وبه قال الجمهور من السلف والخلف ومنهم من أباه آد بأشر حين مجلدك عفوا سبحانه سيدات بغصودا يلبو إلى اللحظة الآخرين معزلي ده ولقو تكفيري بأقود بيتأويلي لازم لقو تكفيري كدي بحقوق بقبي والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم بول هل كانت بكترة حولني الله يمكن الله تكسرين بصحة وسوق بقبي صحابية تابعين سداسة استعمال جريان تكفير كنا قذال بكيم دو المارقي أحمد عيدا كسبب بالله بكله محايا لي صحابة أهل البدع لكل من خوارج ميسون تكفيرين هذا الله ضوضي اعتقادهم لوازم كفره بلان باكد أن ليسي رافضة قيبة كما دو الله كل من قوله تأليها اللي من بوين ميسان تكفيرين لي تأليه وكفر تصريح وأسقوي هل كاسو أسقو الله مريا وحاقي قدن بيا أن كقب عيادة تضو دقيقة مرة من مرمينية هل كان نقلي أن قدره نك اللي دادو قال ابن عربي أفر بقول إيو أفرتني شن بقول أفرتني رأوك بوها وحوري اختلف الناس في تكفير المتأولين كووي مرك وهم الذين لا يقصدون الكفر وأنا ما كان قال لما أجيزين وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر والعلم دونها فيؤول بهم إلى الجهل وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة بور ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة أتوقف بوري وأنا قال قادر أرتني محدد كيف فقيه متكلم كيف أصولي قاع وحر مسألة ومسألة دي بدونه أدلة يسقون قين يسبور ويسكور مريس مربان كفر عنده استوار ديجي مركز عن تكفيرين بوري مربان كونه قام مسألة قط ديجي هذا نوع كي يستاجي بور إلا في من يقول إن القرآن مخلوق مي قولي هاي كم يستاجي بور نيكو القرآن كوا مخلوق إذا سقوا عن قال يصير لأن لازم كيزو ولازم بينه بنان كي يلوله أو أن مع الله خالقا سواه فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيء من الإيمان بر. القبس في شرح الموطأ صفحة أفر بقول يا أفر كذلك المسالك في شرح الموطأ مجلد صدحات صدح بقول سقاشين سديت كفيري أريك لو أمرك أوليها يوفي عن ونصيحة كقبح حياي يحيو سوقات المسألة دي هل محيو عدي خلق القرآن إيتاي من بابي التكفير بالمآل واللازم وإذا دون سكون من رافين الدلون أي فودس جليس حور مرك الخوارجين قاليهم بكالة يا سقالة هاي وقد بينا في غير موضع إن التكذيب على ضربين اللون لبيني والله بق نوع صريح وتأويل صريح وتأويل فأما من كذب الله صريحا فهو كافر بيجمعه نك إلهي ستة سوبيني بريرة وقال مرنا ملا وأما من كذبه بتأويل سيب التأويل نغنيس إما بقول يؤول إليه إما بقول يؤول إليه ولازمك أو بفعل ينتهي إليه نبا مسلمين توحي أولاد دقال لما أقول الله يا سيدة قالوا الله يسوك لما حال ديدي مثل سيدة قالوا مسلمين توحي الله يسوك الله يا كنت كان مهيو حولوك اللي حن مهيو قبله وقفصا يقام بحب شاقي كرب أطوري وقاقا هيا مسقوله كوجرة هيا مساجد عكتم مرين وحريه بمشروا شنط سالندو كمتة هاي قرآن كو أخرنا يوان عفتين هاي هبين كنا وبكاء
بالليل سواء بالنهار، يفعل في المسلمين ما تفعله القرامطة واليهود والنصارى، فالكيسان أو بفعل ينتهي إليه. ما أقول بس وحل قوتك فعلك قارك وضعي كينان إنات قال لما أمن سنتهي فالكو إسكي بيسون قال لما نقوني والو قوتك في رنية ومسألة استحلال كأن كان لجروك لأوه أطلع معصيدة أصم يسو كالحلالي وقال لما إسكيلالية وحور محنقربة. وأما من كذب بتأويل إما بقول يقول إليه أو بفعل ينتهي إليه ومدو كتك في الشيخ الإسلام تبي تطارك مقوليه كذا كري وافانس وحور وحنا تارك ترك مسلم تاني قصة ماين هيات حوله ذي غني مي سنة يات قبله ذي بكف سنة يات سيد الدمن يات كان يصلي وينين يات مع عبده يحرمين يات بيد الله مبارك كتاب القرآن كي حارك سكتر يات بيبل كمال حصارنا يات ورموح أنا أغني إسلامنا وحول إله وينين إلا بهدله وحول ربي بهدلين لو ويني ومعي توقفنا بإجماع المسلمين. فقد اختلف العلماء قديما والصحيح أنهم كفار بور وكو خوارج نمرا يسوى القاسو لغاية وحنقربا إنو لازمك وكفانسي باشو كلبو يسي جي دي ساي وار ابن رشد أدو في عن ابن رشد الحفيد المجتهد نكاز ونقي نبضونا قول لكن فلسفة بابي إسوي وكأفو بي إلا شو سلم تيمي وزندق كتومي سيدنا هنا قلت وحان كربا فقهي سي فهم كما سلو فانسي محور اكثر اهل البدع البدع بدن كود انما يكفرون بالمال صحيح وي اهل البدع بدن كود وحلو قال سي البدع وكالله يا وانا منك بدع لازم تامه كفر يقول لازم وكالله يا اكثر اهل البدع انما يكفرون بالمال كما سجن. واختلف قول مالك في التكفير بالمال ومعنى التكفير بالمال وحروف تيسي ومعنى التكفير بالمال ومحي أنهم لا يصرحون بقوله هو كفر أنهم لا يصرحون بقوله هو كفر إذن كوالو حوطق أن أهل التأويل وتقوى متأولين كواله أولياء الله يأذيك إركا مكروب لقوة يعدوا عشقات معاني جريجة غبطة أو شوائي اللوبي عافمات كو يراضو أساقان اسكناي عبد قادر أجيرا نيك المحليدين ومتأول والمتأول كل ما يلاذو متأول وعلى إذا هذا نين ويدي سوح وكذا شل وحيست ويدي شوح كذا شل وحيست يا متأول لا إذا هذا نين كوام هاي يصرح بالكفر. ومعنى التكفير بالمال وحوي أنهم لا يصرحون أهل البدع مع الدين هيان بقول هو كفر ويرجع لهم مع الدين هيان من عضي سن لغمان عرق ولكن يصرحون لكن وحي كده عرق كده جنيان بأقوال يلزم عنها الكفر قال لما كذا ليس وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم أبون ما نأمن سنو كتلا شضا يقول ما أمن سنو إننا قال لده بتاقن مويه بداية المجتهد مجلد كأفراد أفر بغلباتان يشان كفيري أقوال بضان باماشي إطالة بالربان رما يستردون أسأل فانتان وحل لغة جيدو التكفير بالمآل يوحل لغها الله يئنو يهي نين ويدا يفلك لي من أيسان قال لما أهين بالدليل لكن ويدا يفلك سو حقاً لي قال لمو هذا صلى صو قاضي يا مركز اللوجود الجنية من باب قياس اللازم على الملزوم بالله القرآن مخلوق وحنلين هاي ومقيس فرعوي الله مخلوقنا ومقيس عليهم وأصل إذن واسكود الجنينا بنفي الفارق قياس مرنا والحق بالجامع لمرنا بنفي الفارق وحنلين هاي وقياس بنفي الفارق أو القرآن مخلوق يا الله مخلوق وحده حي مجر واسكمت قياس لازم على المزول بالي لا بنفي الفارق ساس الوجود شيء لازم كذا ولا سوق هذا فيس وقد شيء وحسن أشيء ذنب كذا شيء إنك إلا جالسي ولا سكما دافي كور محيري لا خلاف إلا جالسين أيه إنك نوحيري أما من أضاف إلى الله ما لا يليق به سأوتيري على طريق التأويل والاجتهاد المفضي إلى الهوى المفضي إلى الهوى والبدعة أسوق معها قال لما لا كأسا قال لما ذكو قيني حور من تشبيه أو نعت بجارحة وحوجة سيؤتى الله ولي سوي لك أو نفي صفة كمال فهذا مما اختلف السلف والخلف في التكفير وشرح مرك حور واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك
مالقنا مرة و تكفيرين مرة ما تكفيرين أصحاب سنسدوك إسكمان دافين وحان كربا. ثم قال وأكثر أقوال السلف تكفيرهم. قليها أهل التأويل كي لازمك يمعالك سلف وحيو بدنيهين إلا قال يسيو وكاسو الليث بن عيين الليث بن سعد بن عيين ابن لايعة وصور رقاسو طنبو وري محان كربا وحوري وأكثر أهل وأكثر أقوال السلف تكفيرهم وممن قال به الليث بن سعد وابن عيينة وابن لايعة وروى عنهم وروي عنهم ذلك فيما وروي عنهم ذلك فيما قال بخلق القرآن. خلق القرآن محوارك إنه هي التكفير باللازم والتأويل. وقال ابن مبارك وابن الأودي عبد الله بن الأودي ووكيع وحفن غياض وأبو إسحاق الفزاري وتري رقاص ولم بتري كدي مخالفين تيجي خلافي بوشيغي وحوقد بي إنه فصل كان وحباي يقول لما في تحقيق القول في إكفار المتأولين فصل كان حوار كانوا حقوق به به مركو حور ربا إنه فريزي وعرف في تحقيق القول محايا لأسوان تعريفين أي حكم كبن لابي دي بسكا قبط مرك وحور ربا إنه تعريف وحوري. قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر وهو إذا وقف عليه لا يقول ما يؤديه إليه قوله. هذا تعريفي حلو ممن قال قولا يؤديه إليه يؤديه مساقه إلى كفر هو إذا وقف عليه لا يقول ما يؤديه إليه قوله. وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون فمنهم من صوب التكفير وبه قال الجمهور من السلف والخلف ومنهم من أباه آد أشرح مجلدك عفوا سبحان الله سيدات بغصودا يلبو إلى اللحظة الآخرين. معزلي أقول قلت تكفيري بوجود بتأويلي لازم نقول تكفيري كدي بحكم جب جبي والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم بول هل كانت بكثرة حرني الله يمك الله تكفيرين بصحة وسوق جب جبي صحابي تابعين سداسي استعمال جريان تكفير كنا قدال بكيم دو المارقي أحمد عيدن كسبب بالله بكله محايا إلي صحابة أهل البدع إلا كل من الخوارج ما يسن تكفيرنين. هذا الله ذي اعتقدهم لوازم كفره بنا باكدن ليسي رافضة قيبة كما دو إلا كل من قوله تأليها اللي من بوين ما يسن تكفيرن لي تأليه وكفر تصريح وأسقوي هل كاسو أسقو الله مريه. وحاي يقدم بيا أن كعب بهذا تدور دقيقة مرة من مرمينية. هل كان نقله عن كدرة نكل ليدا هذا قال ابن عربي أفر بقول إيو أفرتني شنب بقول أفرتني رأوك بوها. وحوري اختلف الناس في تكفير المتأولين كوهو يمرك وهم الذين لا يقصدون الكفرة وأنا ما كان قال لي ما جيدين وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر والعلم دونها فيؤول بهم إلى الجهل وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة بور. ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة أتوقف بور. وأنا قال قادر أرتني محدد كيف فقيه متكلم كيف أصولي وحور المسألة ومسألة دي بدونه أدلة يسقون قين يسبور ويسكور منيس مربان كفر عندها استوى دقي مركز عن تكفيرين بوري مربان كنا قلنا مثلا قط دقي هذا نوع كي استعجبوا إلا في من يقول إن القرآن مخلوق مي قلها يوكم يستعجبوا نيكو القرآن كوا مخلوق إذا سقوا عن قال يصير لأن لازم كيزو ولازم بينوا بنان كي يلو له أو أن مع الله خالقا سواه فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيء من الإيمان بور. القبس في شرح الموطأ صفحة أفر بقول يا أفر كذلك المسالك في شرح الموطأ مجلد صدحات صدح بقول سقاشين سديت كفيري إري كلو أمرك أولي هاي في عن أنا ساقن كقب حياي يحوو سوقات المسألة دي هم حو عدي خلق الورائين إيتاي من بابي التكفير بالمآل واللازم وبدون سكون من رافين الدنون أيفود إسجليس حور مرك الخوارجين قاله مبكالا يا يعني سقالا هاي وقد بينا في غير موضع إن التكذيب على ضربين اللون لبيني والله بق نوع صريح وتأويل صريح وتأويل. فأما من كذب الله صريحا فهو كافر بإجمع بور نك إلهي ستة سوء بيني بريرة وقال
مرنا ملا. وأما من كذبه بتأويل سيد بتأويل نغنيس إما بقول يقول إليه إما بقول يقول إليه ولازمك أو بفعل ينتهي إليه نبا مسلمين توحوا الله دقال لما أم الله يا سيدة قال الله يسوك لهم حال ذي مثل سيدة قال المسلمين الله يسوك الله يا كنت كان ماي حوله ذاك اللي حن ماي قبله هو كفسن يجمع حب شاقي كرب أطوري وجج هيا مسقوله خبر هيا مساجد عكتم مرين وحر هذي متشرو شنط السلام ده كمتة هيا قرآنك وآخرنا يوان حفتين هاي هبين كنا وبكاء بالليل سوام بالنهار يفعل في المسلمين ما تفعله القرامطة واليهود والنصارى في الكيسان أو بفعل ينتهي إليه وي. ما أقول بس وحل قوتك فعلك قارك وضعي كينان إن قال لما أم من سنتهاي فالكو إسكي بيسون قال لما نقن والقوتك في رنية ومسألة استحلال كأن كان لجروك لأو ضد معصية أصم يسو كالحلالي وقال لما إسكيلالية وحور محن قربا وأما من كذب بتأويل إما بقول يقول إليه أو بفعل ينتهي إليه ومدو كتك في الشيخ الإسلام تبي تطارك مقوليه كالكري وفانس وحور وحن تارك مسلمتها يقص مين هيا حولوه ذي غنيمي سنيا قبله ذي بكف سنيا مساجد الدمينيا كنيسته وينينيا معابد حرمينيا بيد الله مبارك كتابك القرآن كي حارك سكتريا بيبل كمال حسارنيا ورموحنا دغن إسلامنا وحو إله وينين إلا بهدلو وحو ربي بهدلين لو ويني ومعي وقفنا بإجماع المسلمين. فقد اختلف العلماء قديما والصحيح أنهم كفار بور وكو خوارج دمرا يسوق والقاسو لغاية وحنقربا إنو لازمك وكفانسي باشو قلبو يسيجي دي ساي وار ابن رشد أدو في عن ابن رشد الحفيد المجتهد نقاز ونقيم بدون أقول لكن فلسفة بابي إسوي وكأفو بي إلا شو سلم تيمي وزندق كتومي سيدنا هنا قلت وحان كربا فقه سي فهم كمسألة فانسي محور أكثر أهل البدع أهل البدع بدن كود إنما يكفرون بالمآب صحيح هو أهل البدع بدن كود وحلو قال يسيا البدع وكهلا يا وأنا منك بدعو لازم تأمه كفر قول لازم وكهلا يا أكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل كما سجن. واختلف قول مالك في التكفير بالمآل ومعنى التكفير بالمال وحروف تيسي ومعنى التكفير بالمال ومحي أنهم لا يصرحون بقوله وكفر أنهم لا يصرحون بقوله وكفر إذن كوالو حوطق أن أهل التويل وتقوى متأولين كواله أولياء لا يأذيك عرك مكروب لقوة يعد عشقات معاني جريشة غبطة أو شوائي اللوبية عافمات كو يرادو أساقان عسكرناي عبد قادر أجيرا نكي محلي دين ومتأول والمتأول كل ما يجد هذا متأول وعلا يجد هذا نين ويدي سوح وكرنا شلقوها يستو ويدي شوح كرنا شلقوها يستو يا متأول لا يجد هذا نين كوام حي يصرح بالكفر ومعنى التكفير بالمال وحوي أنهم لا يصرحون أهل البدع مع الدين هيان بقول هو كفر ويرقى لهم مع الدين هيان منع الدين لهم من أرك ولكن يصرحون لكن وحي عرب كل جنيان بأقوال يلزم عنها الكفر قال لما كدرن ليس وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم أبون من أمن سنو كدر شدع يقول ما أمن سنو إننا قال لده بتاقن مهيين بداية المجتهد مجلد كأفراد أفر بغلباتان يشان كفيري أقوال بدن باماشي إطالة بالربان رما يستردون أسأل فانتان وحل لغة جيدو التكفير بالمآل يوحل لغة الله يئنو ياي نين ويدا يفلك لي من أيسان قال لما أهين بالدليل لكن ويدا يفلك سوحا قدن لي قال لما صلى الصوق قضي مركز اللقود الجنية من باب قياس اللازم على الملزوم بالدادة القرآن مخلوق وحن لين هاي ومقيس فرعوي اللهم مخلوقنا ومقيس عليهم وأصل إذن واسكود الجنية بنفي الفارق قياس مرنا والحق بالجامع على مرنا بالنفي الفارق وحلينا هاي وقياس بالنفي الفارق أو القرآن مخلوق يا الله مخلوق وحده حي مجر واسكمت قياس لازم على المزول بالي
بنفي الفارق ساسا لغو دجيي لازم كادي با لا سو قادي فلا لغا دجي وا كو قرحيا وان تو غالو بيس اي ماي لغو ما دجين كارو بالسكو هيا مرس فن علماء وان ما سنت وصل على ورحمه الله وبركاته.